مشروع قانون العفو العام اولا اكو مقترح تعديل القانون القديم واكو مشروع لازم ان ترسل من قبل الحكومه يعني هناك مسودتين مسوده مقترح تعديل القانون الـ 2016 للعفو العام واكو مسوده مشروع قانون اللي يابد ان يكون هناك تصويت عليه داخل مجلس الوزراء ومن ثم ارسالها الى اللجنه القانونيه في مجلس النواب العراقي لحد الان احنا اكدنا على لسان وزير العدل اللي كان يمثل الحكومه داخل اللجنه القانونيه بأن الحكومة مصرة على تمرير هذه القانون لأنها عليها عبء مالي كبير في في سجون العراقية والأوضاع سيئة جدا داخل سجون العراقية وصلت المرحلة عدد السجون العراقي وصلت إلى عبرت ستين ألف سجين داخل السجون العراقية حيث السجون العراقية ما يتحمل هاي الكم الهائل من السجناء لهذا أكد الحكومة على لسان وزير العدل بتمرير هذه القانون في بأسرع وقت وأيضا هناك نية داخل مجلس النواب العراقي بتمرير هذه المشروع لكن مع الأسف الصراعات السياسية عطلت كثيرا في سير العمل مجلس النواب العراقي كما ذكرت قبل قليل بأنه كل قانون اللي تمس حال المواطن بشكل مباشر أه تتمج مع قوانين الجدلية بين ال 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 الكتل السياسية وهذا طبعا على مسؤولية على عاتق الأغلبية داخل مجلس النواب العراقي و وكلامي موجه بصراحة لإطار التنسيق وحلفائه في الكابينة الوزارية الحالية المشاركة في كابينة دولة رئيس الوزراء محمد الشيعة السوداني ليس على عاتق الكتل الناشئة والمستقلة خارج إطار تحالف إدارة الدولة ما راح نتحمل مسؤولية هذه الموضوع بصراحة الساحة مفروشة لل... وهناك استقرار سياسي والساحة مفروشة وانسحب التيار الصدري اللي نعم. كانوا أغلبية داخل مجلس النواب العراقي الآن ساحة مفروشة أمام إطار التنسيق ما نعرف إطار التنسيق وحلفائه ليش مصرين على هذه الخلافات وتعطيل هذه القوانين مع الأسف